السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في القناة، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. معكم فاطمة من قناة فاطمة النزابية. اليوم أخواتي بغيت نقترح عليكم هذا البريوش هذا ديال الخلاط بمقادير جد بسيطة جدا وموجودة في كل بيت، نحضره لوليدات الفطور أو الكوتي. كيجي رائع وكيجي قطني وخفيف ومقادير جد بسيطه جدا. المهم اخواتي نتمنى لا فيديو يعجبكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. المهم اخواتي بالنسبه للمقادير ديال هذا البريوش هذا، كنحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال سكر سنيده، عندنا كاس ديال الحليب دافي، وعندي جوج بيضات الابيض بوحدو والاصفر بوحدو. غنستعمل غير الابيض والاصفر غنخليه للدهن. وعندنا الزبده، وعندي شويه ديال الملحه، وعندنا هنايا الدقيق. غادي نشوفو شحال غادي يقدني لحقاش غادي نخلط هاد المواد السائله هي الاولى، عاد باش غادي نجمع بالدقيق. المهم غنديرو بسم الله، غنديرو ابيض البيض وغنزيدو عليه نص كاس ديال السنيدة. غنديرو واحد الطبيصة ديال الملح، البنات وغندير حتى واحد الصا غير شويه بقى لي هنا فهاد الساشي. غادي نزيدو، ممكن ديرو فاني او قشور ليمون ولا قشور حامض. انا غندير هذه بنكهه الزهر كتجي زوينه. نسيت ما تقصاش في المقادير، ولكن انا دوكا درتها متقووش منها بزاف حيت مجهده بزاف، ديرو غير شويه. المهم اخواتي صافي، وغادي نطرب هاد الطراب هذا. اخواتي بعد ما طربنا البيض مع السكر، دابا غادي نزيدو هاد الكاس ديال الحليب مع معلقه كبيره ديال الزبده. غنزيدو هاد معلقه كبيره ديال الزبده. المهم نتوما عندكم ديك مولينيكس ديرو في مولينيكس، انا ما عنديش. هذا راه ديال الخلاط. المهم انا غادي نطرب. مهم البنات وعندنا معلقه كبيره ديال الخميره، الحاجه اللي مهمه ما تكسرش. المهم نديرو معلقه كبيره، نسيتها والله تنسيتها. اويلي بعدا كنفكر كنقول كيفاش هذا هادشي باش غيخمر ما كايناش الخميره. هكا البنات. المهم اخواتي صافي، نخوي كلشي هنا في هاد في اناء هكا اللي غنخدمو فيه، وغادي نبداو نضيف في الدقيق. حنا كنغربلو حتى تجمع لينا العجينه. المهم البنات هاد الدقيق راح جمعها ليا تقريبا 270 حيت هذا فيه 250 وهذا راه كان 250 حتى لهنا، وانا راه كنت عمرتو. المهم هكا صافي، وغادي ندلك دابا شويه ونطلق معاكم هكا بيديا. المهم اخواتي صافي، بعد ما دلكتها هانتوما كما كتشوفوا راه رطبه. صافي درتها في هاد السوبر هادي، وغادي نغطيها ونخليها حتى يتذوب الحجم ديالها حتى تخمر مزيان. المهم اخواتي كيف ما كتشوفوا البريوش ديالنا هو راه خمر. هانتوما البنات شوفوا كيفاش ولا. المهم اخواتي دابا غادي نشكلو كويرات صغار ونطلق معاهم. المهم اخواتي هكا على هذا الشكل راه خرجوا لي 10. المهم كنديروا هكا هكا البنات باش كيجيونا مزيانين هكا. هكا اخواتي، المهم انا غنستمر حتى نكمل. المهم اخواتي بعد ما كملت غادي نبسطهم هكا هكا بيدينا هكا
هكا نغرسهم شويه. المهم اخواتي انتما بعد ما بسطتهم مزيان يعني قرصوهم مزيان حيث كيف تنفخوا، دابا غادي ناخذوا اصفر البيض. هنا عندي اصفر بيضتين، يعني ممكن ديروا غير وحده غير هادو حيت بيضات صغيورين. غنزيدوا عليهم قليل من الماء تقريبا واحد معلقه صافي، ونخلطوا وندهنهم. المهم اخواتي بعد ما دهنتهم غادي نزينهم بالخشخاش. المهم اخواتي بعد ما كملت دابا غادي نخليهم يخمروا المره الثانيه ونطلق معاكم. المهم اخواتي ها البريوش ديالنا بعد ما خمر كيف ما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالو. المهم الفران راني درت فيه سخون، خاصو يكون سخون مزيان الناس صافي، وغنشعل عليه غير من التحت وغنخليه حتى يتحمر ونخرجو ان شاء الله. المهم نوريه لكم باذن الله. المهم اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش ديالنا، ما نعاودش ليكم، كيجي رائع بمقادير بسيطه جدا وسهل التحضير، يعني توجدوا هكا لوليداتكم للفطور ولا للكوتي ولا حتى للضياف. نتمنى اخواتي لا فيديو يعجبكم، وما تنساوش تدعموني بالاشتراك والتعاليق الزوينه ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعم فائده مع الاخوان والاخوات مع فيديو جديد ان شاء الله. في امان الله وحفظه، مع السلامه.